نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر، افتتح معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم المؤتمر والمعرض الدولي العاشر الكيمياء في الصناعة بمركز الخليج للمؤتمرات في فندق الخليج، والذي تنظمه شعبة العلوم الكيميائية بالظهران التابعة للجمعية الكيميائية الأمريكية بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز. بهذه المناسبة فقد أعرب معالي الشيخ خالد بن عبد الله عن بالغ شكره وتقديره إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر على رعاية سموه لهذه التظاهرة الدولية والحدث البارز على مستوى الشرق الأوسط والعالم، الأمر الذي كان له بالغ الأثر في نجاح هذه الفعالية التي تنظم للمرة العاشرة على التوالي في مملكة البحرين، كما ثمن معاليه اختيار اللجنة المنظمة مملكة البحرين لانعقاد هذه السلسلة من المؤتمرات والمعارض المتخصصة، وهو ما يبرهن على السمعة الطيبة التي حظيت بها المملكة في تنظيم المؤتمرات والمعارض والفعاليات على المستويين الإقليمي والعالمي. وأكد معالي بأن المؤتمر الكيمياء في الصناعة يساهم في تشجيع تبادل الابتكار حول مجموعة متنوعة من المواضيع في الكيمياء والهندسة العملية والمتخصصة ذات الصلة بالصناعات البترولية والبتروكيماوية بخاصة، وأن المؤتمر سيركز على الترابط بين مصاف النفط وصناعة البتروكيماويات وارتفاع الطلب على صناعة الكيماويات، إضافة إلى تشجيع الشركات الصناعية في المنطقة للاستفادة من التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتاحة لتحسين العمليات الإنتاجية ومنتجاتها والمحافظة على البيئة المحيطة. يقام المؤتمر هذا العام تحت شعار صناعة الطاقة المستدامة من خلال كيمياء مبتكرة، وسط حضور لافت يقدر بحوالي 400 مشارك من كبار الشخصيات التنفيذية والقيادية في شركات النفط والبتروكيماويات والتصنيع والمختصين والمهتمين من البحرين والمملكة العربية السعودية ومن جهات محلية وأجنبية أخرى، وذلك خلال الفترة من 21 وحتى 23 من نوفمبر الجاري. خلال الحفل ألقى معالي الشيخ محمد بن خليفة الخليفة وزير النفط كلمة أعرب فيها عن تقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حفظه الله لرعايته الكريمة لهذه الفعالية، وشكره لمعالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة على تفضله بافتتاح المؤتمر والمعرض المصاحب له. وأكد معالي وزير النفط في كلمته أن الاستدامة في قطاع الطاقة تعتبر قضية رئيسة تحظى بالمزيد من الاهتمام والتركيز في ظل السيناريو الراهن لأسعار النفط التي لا يمكن التنبؤ بها من قبل البلدان المنتجة. ثم ألقى المهندس أحمد الخويطر رئيس المؤتمر كلمة عبر فيها عن شكره وتقديره إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر على تفضله برعاية هذه الفعالية والتي تقام بصورة منتظمة كل عامين في مملكة البحرين، مثمنا الدعم الإيجابي الذي تقدمه حكومة مملكة البحرين لسلسلة هذه المؤتمرات منذ انطلاقتها الأولى في عام 1992. بعدها قام معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة بافتتاح المعرض المصاحب والالتقاء بعدد كبير من المسؤولين في الشركات العالمية العارضة كشركة أرامكو السعودية والشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك وشركة نفط البحرين بابكو ومدينة الملك عبد الله للعلوم التقنية والهيئة السعودية للمهندسين وغيرها من الشركات التي تعرض أفضل ما توصلت إليه التقنية الحديثة المستخدمة في مجال تصنيع وقياس المشتقات البترولية والكيميائية. الكثير منا لا يعي أهمية عنصر الكيمياء المعدلة في تشكيل واستخراج ما يمكن الاستفادة منه من صناعات هي بالأساس تحاكي ما نطلبه حثيثا ونحتاج إليه ونعيش داخل محيطه، بل ونلمس ضرورته في جميع مناحي الحياة المختلفة
وما يترافق معها من أدوات شئنا أم أبينا نقدر أهميتها ولماذا وجدت. بالطبع وجدت لخدمتنا. المؤتمر والمعرض الدولي العاشر الذي يحمل عنوان الكيمياء في الصناعة يجيء وفي جعبته الكثير من الصناعات التي تبنت إيجادها الكيمياء. الكيمياء هي أساس كثير من ما ننعم به من تقنيات اليوم، والكيمياء في الصناعة لها دور رئيسي. فعلى سبيل المثال في التكرير، يعني كلها عمليات كيميائية لتحويل مواد خام إلى مشتقات ذات فائدة، وهناك تطوير كثير اليوم خصوصا في الجانب البيئي، يعني محاولة انخفاض الانبعاث في الكربون إلى آخره، والالتزامات الدولية الآن تحتم علينا في تطوير المنشآت الصناعية. كذلك في الطاقة، الاستهلاك المفرط للوقود في الطاقة يحتاج إلى تقنيات متقدمة لتطويرها. نخبة من الشركات تدعمها تلك الرغبة الملحة في عرض ما لديها من صناعات بترولية وبتروكيميائية أمام العلماء والباحثين وحتى المهتمين بها أيضا، فهي من تهدف إلى إبراز أحدث الأبحاث والمستجدات المتعلقة بالكيمياء الصناعية وطرق تسخيرها لتطوير الصناعات ذات العلاقة في الدول التي تهتم بتطوير هذا المجال. الكيمياء طبعا هي أساس الصناعة البتروكيماوية اللي هي البترول، وهو مصدر الثروة في هذا البلد، فلا يمكن استخدام البترول في حالته الطبيعية، لازم تحويلها إلى مواد صالحة للاستخدام، مثل طبعا الوقود والمواد الصناعية اللي تستخدم في الكيمياء اللي هي الكيميائية اللي تستخدم في صناعة كل حاجاتنا اليومية. فالكيمياء هي أساس التحويل، هي تحويل الشيء من قيمة طبيعية أو من مادة طبيعية لها قيمة ضئيلة إلى مادة مفيدة لها خواص طبيعية تفيدنا في حياتنا اليومية. الكيمياء تدخل في كل المجالات، فإحنا جالسين في هالمؤتمر حابين يتعلموا اللي هم مهندسين الكيميائيين كل ما هو جديد في هذا المجال. الفائدة إنه أنت بتشوف الشركات الأخرى إيش المنتجات اللي عملها بتقدمها في مكان واحد، أنت بدل ما تروح تبحث عن هذه الشركات وتشوفها في مقراتها الخاصة فيها، أنت في مكان واحد بتوصلها. إضافة لهالكلام أنت بتوصل للإند يوزر أو المستخدم النهائي زي الشركات المتخصصة بالتعدين آبار البترول، الشركات اللي تبحث عن مواد كيماوية مختلفة، فأنت بتكون هون واصل لهم بدون أي تعب. المؤتمر العاشر الكيمياء في الصناعة استطاع أن يخلق تظاهرة علمية تستقطب اهتمام كل من يبحث وينتظر الجديد الذي قد يطرأ بين اللحظة والأخرى على هذا القطاع الحيوي. شركات آثرت على الحضور ووضع ذاتها وماهية مجالها أمام كل باحث مهتم لرؤية ما تجود به الكيمياء من صناعات أساسية يتطلبها الواقع الحياتي. ففي كل خطوة وأينما ذهبت وماذا استعملت وبماذا استعنت تجد أن الكيمياء قد جاءت بعظيم فوائدها التي لا يمكن عدها ولا حتى حصرها. لتلفزيون البحرين محمد رشيدات.